شو رأيكم هلأ صار فيكم تستعملوا كالينتي فلتر بمدينة تركيا؟ جيسون ميرسي كثير على الفلتر الحلو. شباب صبايا يلا، هو للشباب وللصبايا هيدا اللون العيون، وفيكم كمان هيدا الشيء كالينتي. بس ليكو قديه هو عن جد طبيعي وفيكم بأي وقت تستعملوه. هلأ عم غير لون العيون، وأكيد ما تنسوا تعملولي تاج، تعملولي تاج بكل فيديوهاتكم وصوركم لما تستعملوا الفلتر. وفي شغلة إنه في أشخاص ما رح تلاقي لون عيونها هالقد قوي، لأنه بتكون عيونها لونهم غامق، يعني هو بيعطي هيدا اللون للعيون وفاتح، وخاصة العيون الملونة، يعني لعيونكم أسود ما رح تاخدوا نفس النتيجة للأسف.